السلام عليكم. تقف إثيوبيا وهي دولة منبع نهر النيل وكل من مصر والسودان وهما دولتا المصب على مفترق طريق بسبب نزاع سياسي سببه سد النهضة العملاق الذي شيدته إثيوبيا في أعالي النهر. بعد 10 أعوام من مفاوضات شاقة سعت خلالها القاهرة والخرطوم لضمان أمنهما المائي وعدم الانتقاص من حقيهما في مياه النيل الذي قد يسببه السد. بعد كل ذلك أخفق الجميع في إيجاد اتفاق نهائي يرضي الدول الثلاث. تعترض مصر والسودان على ما تسميانه تعنت إثيوبيا وإجراءاتها أحادية الجانب بشأن الطريقة التي ستملأ بها السد وضوابط تشغيله، ولذلك فإن القاهرة والخرطوم تصران على وجود اتفاق يلزم أديس أبابا بآلية ملء السد وكيفية تشغيله وخصوصا في موسم الجفاف، وهو ما ترفضه إثيوبيا حتى الآن. ولأجل هذه الغاية قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده قدمت 15 سيناريو لملء السد وتشغيله بما يؤمن مصالح دولة المنبع ولا يضر بدولتي المصب، لكن أديس أبابا بحسب الوزير المصري رفضت كل العروض. اليوم تطلق إثيوبيا حملة دبلوماسية محمومة للرد على طلب مصر تدخل مجلس الأمن الدولي في القضية، معتبرة أن الإجراء المصري أخرج القضية من إطار الاتحاد الإفريقي إلى التدويل الذي لا يفيد الدول الثلاث بحسب رواية أديس أبابا. لكن لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم؟ وما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمن في قضية سد النهضة؟ وماذا بعد إخفاق كل المفاوضات السابقة في رأب الصدع بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ هذه الأسئلة وغيرها بطبيعة الحال ستكون مادة الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. سد النهضة الذي وضعت إثيوبيا حجر أساسه عام 2011 ليصبح أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في إفريقيا بسعة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان تقريبا من حصتهما السنوية، إلا أن خزان السد يمكنه أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتي المصب لمدة متواصلة تبلغ عاما ونصف العام، ما أثار مخاوف مصر والسودان رغم تأكيدات أديس أبابا الدائمة بأنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب. شعبنا، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا نظيريه المصري والإثيوبي لعقد قمة للاتفاق ومناقشة الخيارات الممكنة والمضي قدما في المفاوضات وتجديد الالتزام السياسي بين الدول الثلاث بغية الوصول إلى حل يتوافق مع اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في 2015. إثيوبيا أعلنت أن مرحلة الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل، وأبدت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان، فيما رفضت مصر العرض الإثيوبي باعتباره مخالفا لمقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. مخاوف السودان التي أكدها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أن سد النهضة الإثيوبي يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وشدد على أن المخاطر على السودان أكبر من إثيوبيا، مع تأكيدات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الملأ الثاني لسد النهضة سيعود بفائدة على السودان من خلال تقليص حجم الفيضانات. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد حذر إثيوبيا من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة، وأن التعاون والاتفاق أفضل من أي شيء آخر، إلا أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي استبعدت الإقدام على الخيار العسكري، وأنه لا يزال الحديث عن الخيارات السياسية، وهذا ما دعت إليه الأمم المتحدة في حث كافة الأطراف إلى القيام بما في وسعها لتهدئة التوتر. عن هذا الموضوع يسعدنا أن نضيف كل من أديس أبابا عبر سكايب الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد حسن الكاتب والصحفي الإثيوبي،
وكذلك من الخرطوم عبر زوم الدكتور محمد الناير، أستاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. ومن لندن عبر سكايب الأستاذ أسامة رشدي، نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا بما يقول المصريون والسودانيون أنه سبب المشكلة، طبعا ليس ضيفنا وإنما الحكومة الإثيوبية. أستاذ عبد الشكور، يعني مفاوضات مستمرة منذ 10 أعوام، مفاوضات شاقة، سلسلة مفاوضات واشنطن وغيرها، وآخرها في العاصمة الكونغولية كينشاسا، كلها أخفقت. والسبب فيما يقوله المصريون والسودانيون هو تعنت الحكومة الإثيوبية ورفضها لأي مضمون إلزامي في ما يتعلق بملء سد النهضة وطريقة تشغيله. أريد أن أسألك عن سبب رفض الحكومة السودانية لوجود اتفاق إلزامي. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفيك الكريمين وبمشاهديكم في قناة الرافدين. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلداننا كلها بلدان أمن ورخاء واستقرار. أهلا وسهلا أخي الكريم. أولا يعني أثيوبيا لم ترفض ولا يعقل أن ترفض. أثيوبيا موجودة في هذا العالم وهي من مؤسسي الاتحاد الأفريقي ومن مؤسسي منظمة الأمم المتحدة، والقضية القانونية يعني تعني أثيوبيا كما تعني مصر والسودان. لكن الذي يحدث يعني الأشقاء في مصر عندهم قناعة راسخة بأن النيل، مصر هبة النيل، وأن النيل يجب أن يكون ملك لمصر. هذه ليست قناعة المصريين، هذه قالها يعني أبو التاريخ هيرودوت، قال مصر هبة النيل، يعني والنيل هو مصر ومصر هي النيل. لا ما أنا أخي الكريم، فأقول هذا لا يعني أن يمنع الآخرون من الاستفادة من مياه النيل وما تريده أثيوبيا. أستاذ عبد الشكور معذرة، هو طبعا لم يقل لا المصريون ولا السودانيون، وأنا تابعت الملف، لم يقولوا بأن ليس من حق أثيوبيا أن لا تستفيد، بل قالوا إن من حقها أن تستفيد. ولكن المشكلة أن النقاط الفنية اتفقت عليها الأطراف الثلاثة، لكن المشكلة الأساسية أن أديس أبابا ترفض أن يكون هناك صفة إلزامية لأي اتفاق بين الدول الثلاث. ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا البتة إطلاقا، ليس صحيحا. هذه هي الرواية التي يراد لها أن تنتشر في الشارع العربي خاصة، وهذه هي الرواية التي يعني تسوقها مصر. يعني ما يراد الاتفاق عليه مصريا يعني ما يلزم أثيوبيا بأن يكون خزان سد النهضة، خزان احتياطي بديل للسد العالي. هذا في المرحلة الأخيرة. في البداية كانت مصر يعني، وكما نعرف كلنا نقرأ في الأدب المصري، مصر منعت من أيام عبد الناصر وأيام السادات وأيام حسني مبارك وضرب المعدات الأثيوبية التي كانت في أرض البحر، كل هذه الروايات حتى يعني يتم منع أي مشروع على النيل. بعد ما يعني الآن صار سد النهضة أمر واقع، يعني لجأت مصر إلى التفاوض، وما تريد أن تحققه مصر أيضا عبر التفاوض هي نفس النتيجة، أن يكون سد النهضة مشروع مفرغ من المحتوى لا يخدم أثيوبيا ولا يحقق الهدف. أسمع منك رواية جديدة أستاذ عبد الشكور يعني ما المشكلة الأساسية؟ لماذا لا يصار إلى اتفاق بين الدول الثلاث؟ يعني أنت تنفي أن تكون أثيوبيا تتمنى عن وجود اتفاق ملزم، إذن أين المشكلة؟ المشكلة أخي الكريم كما قلت لك، تريد أن يعني تفريغ المحتوى، الاتفاقيات من المحتوى الذي يعني تستفيد منه أثيوبيا. مصر تريد أن يتم النص مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على الحصة التي هي يعني خصصتها لنفسها في اتفاقية 1959 ما بين مصر والسودان. هذه هي الخلاصة حتى لا يتشعب الحديث بالناس وحتى لكن يعني لكن يعرف الشارع عبد الشكور العربي. أستاذ عبد الشكور، يعني هذه الحصة التي تقول إن مصر قررتها لنفسها، مصر يعني
90% من حاجاتها المائية تحصل عليها من النيل، ومع ذلك فإن مصر تعاني نقصا من كمية المياه المتدفقة إليها، تعوضها بالمياه بالآبار، بشراء مواد غذائية، تعوضها بعملية التبخير، هناك وسائل كثيرة ومع ذلك تعاني من نقص. بالضبط أخي الكريم، نحن نتشارك في هذا الهم ونقدر هذا الهم، لكن يعني مصر تريد اقل، يعني بدون اي دفع اي ثمن وبدون اي، يعني اثيوبيا عرضت المشروع، مشروع سد النهضه، شراكه ما بين مصر والسودان، واثيوبيا 50% اثيوبيا 50% مصر والسودان، على ان تشترك مصر والسودان مع اثيوبيا في تشغيل سد النهضه وفي البناء، لكن مصر رفضت لانها لا تريد للمشروع ان يقوم في البدايه. عندما تسار على مشروع سد النهضة أمر واقع وتم تنفيذه على أرض الواقع، نعم. الآن جيء إلى التفاوض، بالتفاوض أيضا مصر تريد أن تحقق هذه النسبة. طيب أنا هناك بدائل، هناك طرق أخرى بالإمكان بها زيادة إيرادات مياه النيل. سنعود إلى الحديث البدائل أستاذ عبد الشكور، سنعود إلى حديث البدائل، لكن دعنا نسمع وجهة نظر مصرية مع الأستاذ أسامة رشدي، أجدد الترحيب بك. يعني دعنا نقلب السؤال، لماذا تصر مصر على وجود اتفاق ملزم؟ وقد سمعنا ضيفنا أستاذ أسامة في لندن، وقد سمعنا ضيفنا من أديس أبابا يقول بأنه لا وجود لمشكلة تعنت إثيوبي، أن إثيوبيا توافق على وجود اتفاق ملزم، لكن المشكلة في مصر التي تريد أن تسخر هذا السد ليكون سدا احتياطيا للسد العالي في مصر. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين جميعا، وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا وانتم بخير. الحقيقه الروايه بتاعت زميلنا في اديس ابابا روايه مغلوطه بالكامل، لان اثيوبيا الحقيقه عندها 11 نهر، مش نهر النيل بس. اثيوبيا تدفق عليها اكثر من 900 مليار متر مكعب من المياه، ولذلك اثيوبيا هي لا تعاني من نقص في المياه. بينما هذا النيل لم تجريه إثيوبيا لمصر، هذا هبة الله لأهل هذا الوادي. لا يمكن أبدا أن تعبث بالطبيعة وتعبث بالحقوق التاريخية التي تشكلت عبر آلاف السنين، كذلك بالحقوق القانونية. يعني المنطقة اللي انت باني عليها السد، منطقة بني شنقول، هذه أصلا منطقة مصرية سودانية، وبموجب اتفاقية 1902 اللي هي الاتفاقية التي حددت الحدود بين مصر والسودان، كانوا دولة واحدة، وبين إثيوبيا في منطقة الفشقة، تم إعطاء منطقة بني شنقول إلى الإمبراطور ملك الثاني، اللي هو تعهد في المادة 3 من هذه الاتفاقية بعدم إقامة أي موانع على النيل الأزرق وبحيرة تانا والصباط. إذن هناك الكثير من العقود والحقوق التي لا تسقط بالتقادم، واللي هي بالمناسبة اتفاقية 1902 دي اتفاقية حدود وليس اتفاقية مياه. وهو يتكلم عن الاتحاد الإفريقي، أن أديس أبابا طبعا هي مقر للاتحاد الإفريقي وهي مؤسسة، وتفهم أن أول بند أو من أهم المبادئ هو احترام الحدود الموروثة على الاستعمار، ومنها اتفاقية 1902. وبالتالي نحن لا نتسول مياه نهر النيل من إثيوبيا، والنيل ليست هبة إثيوبيا لمصر، بل هو هبة الله الذي لا يجوز لإثيوبيا أنها تعبث به، وأنها تقتطع هذه المياه وتضع محبس على شريان الحياة الخاص بمصر. لكن النيل هو شريان أسامة الحياة. قال لك أستاذ أسامة، يعني قال لك السيد عبد الشكور بأن إثيوبيا جاهزة للقبول باتفاقية ملزمة، لكن المشكلة أن السلطة في مصر تريد أن تفرغ هذا السد من قيمته الحقيقية بالنسبة للإثيوبيين، وتجعله احتياطا لسد العالي ومصالح مصر المائية. لا بالعكس، هو النظام عبد الفتاح السيسي أخطأ كثيرا بتوقيع اتفاق المبادئ اللي احنا بنعتبره أنه اتفاق باطل، لأنه لا يتضمن أي حقوق، الحقيقة كلها مبادئ عامة، واستبدل ما كان قائما من حقوق تاريخية لمصر لا ينكرها أحد بكلام عايم. وبالتالي هو الآن عندما حانت ساعة الحقيقة أدرك مدى خطأه
في السماح أصلا لهذا السد بأن يقام من البداية بدون وجود اتفاقات ملزمة. نحن لسنا ضد إثيوبيا وضد حق إثيوبيا في التنمية، لكن هذا سد عدواني. لماذا أنت تحتجز كل هذه الكم من المياه؟ هذا 14 مليار متر مكعب كانوا كفيلين بتوليد الكهرباء من السد النهضة. لكن بحيرة السد أو سد السرج أو السد الساند اللي هو تعمل الآن، هذا الحقيقة مشروع مشبوه جدا. مش بس السد النهضة، ده في سلسلة سدود تاني. إثيوبيا في يناير الماضي يعني وضعت حجر الأساس لسد أجمى شاشة اللي هو سيحتجز أيضا 55 مليار متر مكعب وسينتهي بناؤه بعد 3 سنوات، وهو جزء أيضا من سلسلة أخرى من السدود ستفضي إلى جفاف مصر. هذه مؤامرة على مصر، لا يمكن لمصر أن تسمح بمرور هذه المؤامرة. ليس كما يقول الأستاذ عبد الرشيد أنهم لا يمانعون في عمل اتفاق ملزم، بل للأسف نظام عبد الفتاح السيسي أضاع الوقت طوال هذه السنوات، وإثيوبيا أدارت مفاوضات لمنع الوصول لاتفاق ملزم. نعم. ونحن الآن عندما يريدون الملء الثاني للسد بدون اتفاق ملزم، أعتقد أن هذه هي ساعة الصفر، وأعتقد أن الأمور الآن ستأخذ مسار آخر. ستأخذ مسار آخر، سنناقش هذا ربما في المحور الأخير من هذه الحلقة، ولكن نبقى الآن مع موضوع الاتفاق الملزم لأسأل الدكتور محمد الناير في الخرطوم. يعني مفاوضات كلها أخفقت، في المفاوضات في أمريكا، في كينشاسا الأخيرة وغيرها من مفاوضات، لم ينجح الأطراف الثلاثة في بلورة أو إنضاج اتفاق ملزم ويرضي الأطراف الثلاثة. يعني الأثيوبيون على لسان الأستاذ عبد الشكور يقولون بأنهم مستعدون لقبول اتفاق ملزم، لكن المشكلة هي في العصي التي تضعها مصر. بينما الرواية المصرية التي سمعنا طرفا منها من الأستاذ أسامة بأن هذا السد هو عدواني وأن إثيوبيا متعنتة وإجراءاتها غير مبررة، برأيك أين المشكلة؟ طيب، بالتأكيد التحية لضيفنا الأعزاء الأخ عبد الشكور الأخ أسامة. بالتأكيد قضية الصدمات قضية معقدة، ومنذ بداية هذا المشروع، مشروع كبير تكلفته فقط 5 مليار دولار، سينتج حوالي 6000 ميجاوات من الكهرباء، ولكن التعقيدات الكبيرة الفنية التي تزامنت مع إنشاء هذا السد هي التي أدت لنقاش كبير جدا، وانتقل النقاش عدة مرات. في الفترة التي كان السودان يطالب بالاتحاد الإفريقي كوسيط، كانت مصر تطالب بأن يحول الأمر الدولي أو يطرح في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الملف لدى وزارة الخزانة الأمريكية، وبعد أن تم التوصل لصياغة نهائية رفض إثيوبيا التوقيع على هذه الصياغة النهائية، وعاد الأمر من جديد إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، ولكن نأمل أن يحسم الأمر الاتحاد الإفريقي بدلا من الصعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى. وميس الأمن، الطريق إلى ميس الأمن سواء كان من قبل السودان أو مصر، يأتي نتيجة تعنت الموقف الإثيوبي في هذا الأمر. أنا أفتكر قضية الملء، كان هناك خلاف حول مدة الملء، كان مصر تطالب بأكثر من 9 سنوات وإثيوبيا تطالب بحوالي 3 سنوات، وهناك منطقة وسطى كانت تم الحديث عنها بحوالي 7 سنوات، ولكن حتى لو تم الاتفاق على 7 سنوات يمكن أن يكون فيه مرونة إذا كان هناك تلفوات كبيرة جدا من مياه الأمطار تتيح للفرصة أنه يتم الإسراع في الملء دون المساس بحصة السودان ومصر في مياه النيل. هذا ممكن وفق اتفاقية وإدارة مشتركة، وإذا كان هناك سنوات جفاف يكون فيها صعوبة الملء، يتم إبقاء الملء ويأخذ فترة أطول، وبالتالي دي تكون صيغة عاتلة جدا، يفترض أن توافق إثيوبيا على هذه الصيغة وأن يتم الملء بهذه الصورة. أما إذا لجأت إثيوبيا إلى الملء الآن دون التوافق مع السودان ومصر، هذه مشكلة حقيقية باعتبار مرحلة الملء الأولى أن التعقيدات كان 5 مليار متر مكعب، والمرحلة الثانية ربما تكون 7 مليار، ستؤدي لإشكالات كبيرة دون التوافق مع مصر والسودان على الملء الثاني. ويبدو أن كل الخطوات والإجراءات من قبل إثيوبيا تشير إلى أن إثيوبيا تنوي قضية ملء السد دون النظر، الملء الثاني تحديدا دون النظر لموافقة الشريكين اللي هو مصر والسودان في هذا الأمر. الإشكال الآخر إنه الاتفاق وصل مرحلة تبلغ 95% الاتفاق حول كل القضايا العالقة، ولكن للأسف الشديد إثيوبيا أحيانا ترجع إلى الوراء وتفتح ملفات أخرى مثل قصة مصر والسودان في مياه النيل وغيرها من القضايا الأخرى التي تم تجاوزها في مرحلة مبكرة جدا. يبدو أن ينحصر الخلاف الآن حول مرحلة
فتره ملء السد والاداره المشتركه في المرحله الاولى لاكمال الملء. طيب الحقيقة بسبب يعني استنفاد جل الوسائل الدبلوماسية دفعت مصر بالملف إلى مجلس الأمن الدولي وهو ما ترفضه أثيوبيا، وتصر على أن يكون الاتحاد الإفريقي هو الإطار المنظم لعملية التفاوض بين الدول الثلاثة. نستأنف حديثنا بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن سد النهضة وأفق الحل السياسي بين إثيوبيا ومصر والسودان. أستاذ عبد الشكور، حقيقة بعدما دفعت مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي أطلقت إثيوبيا حملة دبلوماسية نشطة للضغط على مصر والسودان على مبدأ يعني أتغدى بالمصريين والسودانيين قبل أن يتعشوا بي. الآن وجسد هذه الحملة ديمقي موكنين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عندما دعا مجلس الأمن إلى الضغط على مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات، وقال بأن مصر والسودان ترفضان تقديم أي تنازلات لازمة لوصول إلى نتائج مربحة للجهتين. أريد أن أسألك، ما الذي يقصده وزير الخارجية بقضية التنازلات اللازمة من قبل المصريين والسودانيين، وما هي النتائج المربحة في المقابل؟ أولا أخي الكريم، سد النهضة سد كهرومائي وليس للاستهلاك المياه، سواء لا للشرب ولا للزراعة ولا لأي عمل آخر. أثيوبيا لو أرادت سد النهضة للمشاريع التنموية الأخرى غير الكهرباء لما جعلته في آخر يعني نقطة على الحدود مع السودان. هذه قضية مهمة جدا يجب أن يعرفها الجميع. لكن تمويل الكهرباء يقول الخبراء أستاذ، معذرة بس دقيقة، معذرة يعني سأعطيك الفرصة، لكن يقول الخبراء أستاذ عبد الشكور بأن توليد الكهرباء لا يحتاج إلى هذه الكميات الكبيرة من المياه التي تريد أن تخزنها على مدى 15 عاما إثيوبيا. لا أخي الكريم، أولا يعني خير الله يعني وفير في خلال الثلاث سنوات، لكن لا تمنع عن المصريين يقول لك المصريون. لا أخي الكريم، يعني أنا أقول يعني أتمنى أن تعطينا الفرصة حتى أبلغ المعلومة التي يعني أريد أن أوصلها. يعني أكرم منطقة ممكن تستخدم للزراعة بعيدة عن هذا المشروع 500 كيلومتر. هذه نقطة مهمة أتمنى أن تصل الرسالة. هذا أمر. بالنسبة في قضية التفاوض والرسالة التي يريد أن يوصلها وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، هي أن هناك تم يعني في اتفاقية المبادئ تم التوافق ما بين الدول الثلاثة على أن المرحلة الأولى العام الماضي والمرحلة الثانية في هذا العام جزء من الأعمال الإنشائية في سد النهضة، والتفاوض والعمليات الإنشائية تسير في خط متوازي ولا يتوقف أي واحد من الأمرين. هذه قضايا تم التوافق بالنسب وفترات التعبئة، هذه الأمور كلها تم التوافق عليها بين الدول الثلاثة. من يأتي ويشترط مناقشة قضية الحصص والنصيب التاريخي وهذه الحاجات ليست أثيوبيا بقدر ما هي مصر، هي التي تريد النص على هذه القضية. هذا الأمر يجب التفاوض حوله مع كل دول حوض النيل وليست أثيوبيا لوحدها. سيد عبد الشكور، مصر يعني أنت مصر تقول ارتكبت خطأ. أخي الكريم، مصر ارتكبت الخطأ عندما انفردت هي والسودان في مناقشة حصص مياه النيل ما بين مصر والسودان. أثيوبيا لا تريد أن تكرر هذا الخطأ، وتشترط أن يكون مناقشة قضية حصص مياه النيل ما بين كل دول حوض النيل. قبل حديث الحصص سيد عبد الشكور، قبل حديث الحصص أنت قلت بأن الدول الثلاث اتفقت على موضوع الملء وضوابط التشغيل، وهذا الكلام ينفيه رئيس وزراء إثيوبيا نفسه أبي أحمد الذي قال إننا عازمون على الملء الثاني للسد سواء حصل اتفاق
أم لم يحصل؟ يعني كما تقول مصر والسودان بأن أثيوبيا تلتزم سياسة الإجراءات أحادية الجانب ولا تعير كثير اهتمام لمصالح مصر والخرطوم في هذا الجانب تحديدا. ما قلت لك أخي الكريم، الفرق المتفاوضة اتفقت على هذه النقاط وتم حسمها، لكن مصر تريد تأجيل هذه القضية عن هذه السنة إلى العام القادم أو الذي بعده، وهذا فيه مشكلتين. أولا أثيوبيا ستتضرر من هذا ماديا، لأن هناك المقاول الذي يقوم على هذا الأمر سيطالب أثيوبيا بتعويضات، وفي كل فترة تأخير أثيوبيا تدفع فيه من حر مالها ومن عرق جبين شعبها، وهذا مكلف لأثيوبيا أكثر من مليار ونصف دولار. هذا أمر. الأمر الآخر، أثيوبيا حريصة على التعبئة أن يكون في موسم الأمطار الغزيرة. إذا تم تأجيل عن الفترة هذه شهر واحد فقط أثيوبيا ستخسر. فبالتالي أثيوبيا حريصة، أولا تم التوافق ما بين الفرق المتفاوضة، ثانيا أثيوبيا أيضا ستتضرر ماديا، ثالثا أيضا فترة التعبئة محدودة جدا. لهذا أثيوبيا حريصة لهذه الاعتبارات. طيب. لهذا ومصر حريصة على التأجيل لأنها تريد أثيوبيا أن تخسر كل هذه الأشياء. طيب دعني أسأل من لندن الأستاذ أسامة، يعني تاريخيا الاتحاد الإفريقي أستاذ أسامة قام بحل مشاكل كثير من القضايا الإفريقية بعيدا عن تدخل الدول وتدخل مجلس الأمن، لماذا مصر دفعت إلى القضية إلى مجلس الأمن؟ ماذا تسعى من وراء هذه الخطوة؟ لماذا لم تبقيها ضمن الإطار الإفريقي وهي دولة وازنة في المجال الإفريقي؟ هذه القضية وديا وأخويا بين إثيوبيا ومصر والسودان، لأن لدينا روابط بين هذه الشعوب، روابط تاريخية عميقة جدا، ولا نريد لهذه الروابط أن هي تنفك، ولا نريد لها أن تتحول إلى عداء وحرب حول المياه. ولذلك ما دفع الأمور هو الطمع الذي تبدى في الموقف الإثيوبي ومحاولة تغيير الجغرافيا ومحاولة الاعتداء على التاريخ. احنا بيننا وبين إثيوبيا اتفاقات، اخرها اتفاق مبارك زيناوي سنة 93 وهو مسجل في الأمم المتحدة، والمادة 5 فيه بتمنع إقامة اي مشروعات على النيل تؤدي الى تحقيق ضرر للطرف الآخر. يمكن الأستاذ عبد الرشيد ان يراجع هذه الاتفاقية، وهي ليست بعيدة كاتفاقية الملك الثاني في 1902 أو ما قبلها كمان في اتفاقات. وبالتالي هناك حقوق لابد أن تتم حمايتها. الحديث عن اتفاقية 59 بين مصر والسودان وأنها تمت بمعزل عن إثيوبيا، هذه اتفاقية مصر والسودان كانوا دولة واحدة، ومن الطبيعي بعد 54 لما استقلت السودان أن يكون هناك تنظيم ل تقسيم الموارد بين الدولتين. لكن موارد النيل الأزرق وهي مسألة تعني إثيوبيا والسودان ومصر ولا تعني باقي دول حوض النيل، هذه مسألة كانت مستقرة بأنه لا بد من التنسيق حول إقامة أي موانع على النهر. عندما تقوم إثيوبيا من طرف واحد بالتعدي كما قلت على الجغرافيا والتاريخ والبيئة والطبيعة، وتحاول أن تحبس المياه عن 150 مليون آخرين نشأوا عبر التاريخ على الحياة حول هذه المياه، هذا اعتداء. أما الذهاب لمجلس الأمن طبعا، لأن المادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة بتعطي الدول حق الدفاع الشرعي، حق الدفاع عن النفس، لا يمكن أبدا السماح لإثيوبيا بفرض الأمر الواقع من جانب واحد، لا يمكن ابدا السماح لاثيوبيا ان تغير بيئه. لكن يقول لك السيد استاذ اسامه، يقول لك السيد عبد الشكور بان الدول الثلاث اتفقت على كل التفاصيل الفنيه، والمشكله فقط ان مصر تريد ان تاخر عاما او اثنين، وهذا يوقع اضرارا ماليه على لا يوجد اي اتفاق. هذا اتفاق مبادئ للاسف، ده اتفاق مايع واتفاق عام عدم الاضرار، التوزيع، استخدام المنصف وعادل، كلها كلام، إنما لا ينطوي لا على مواصفات السد ولا على شروط سلامة هذا السد اللي هو بيهدد دولة زي السودان بكارثة عظيمة لا قدر الله لو حصل له شيء. كذلك الأمور المتعلقة بملء وتشغيل هذا السد،
كذلك القضايا المتعلقة بإقامة سدود أخرى. يعني كل هذه القضايا للأسف هي قضايا خارج اتفاق سد النهضة، الاتفاق المبادئ الذي وقع في الخرطوم في مارس 2015، وهذا الاتفاق الباطل والفاشل اللي هو باطل طبعا لأنه ضد الدستور المصري، وعبد الفتاح السيسي لم يكن مخولا وفقا للدستور المصري أنه يوقع مثل هذا الاتفاق. لكن نحن نتعامل الآن مع سد أصبح أمر واقع، مصر مستعدة تتعاطى مع هذا السد، مستعدة تتعاطى مع طموحات الشعب الإثيوبي في التنمية، ونتشارك ونتشاطر في ذلك، لكن بدون حجز المياه. هو يتكلم أن هذا سد كهرومائي، كنا نتمنى أن يكون سد كهرومائي، وقلنا أن السد الكهرومائي كان يكفي 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 أو 100، لأن طبعا هناك شكوك في أن اللي هو السد الدام دوا اللي هو السد السرجي دوا ان ده سد طمي، وممكن يعني المياه هتستوعب كميات اكبر من المياه في الشقوق وفي وما الى ذلك. اذا هذا طيب، لا ضرر ولا ضرار. الاستاذ عبد الرشيد فيعني يعني اخ مسلم، ويفهم ان هناك قاعده في الشريعه وفي التعامل، قاعده عدم الضرر، انت وهذه قاعده ايضا في القانون الدولي بالمناسبه، انما انت تحبس المياه عن شعب كامل. طيب، في اكثر من 105 مليون نسمه الان، وتؤثر على حاضر ومستقبل مصر اللي هي دوله نشات على ضفافها، هذا النيل واحده من اقدم حضارات التاريخ، وبعد كده تقول لي اصل دي ميه اثيوبيا وسياده اثيوبيا على النيل. لا، ما فيش سياده على الانهار الدوليه، هذه مياه مشتركه، مياه مشتركة، يجب أن يفهم. طيب، هذه الفكرة أستاذ أسامة، هذه الفكرة بدأت صارت واضحة، سأعود إليك بعد قليل. وبالمناسبة ضيفنا من إثيوبيا هو عبد الشكور وليس عبد الرشيد. أستاذ دكتور محمد، كلها من أسماء لا بأس، يعني. لا بأس. أستاذ دكتور محمد، فيما يتعلق بموضوع نقل الملف إلى مجلس الأمن، ما طبيعة الدور أو التأثير الذي يمكن أن يحدثه مجلس الأمن في هذه القضية؟ أو بمعنى آخر، بكلمات أخرى، هل يمكن القول إنه بمجرد نقل الملف إلى مجلس الأمن حدث انعطاف في مسار سد النهضة؟ يعني أن هذا المشهد تعقد تماما ولم يتم التوصل إلى أي حلول، وتم التوصل لطريق مسدود. ونحن كنا من قبل ذكرنا تاريخيا قبل عدة سنوات أثناء التفاوض كنا نطالب بأن يقوم الاتحاد الأفريقي بدور كبير جدا في هذا المجال، ولا داعي لرفع الملف في الولايات المتحدة الأمريكية أو تدبيره، ولكن كان مصر تصر في هذه الفترة أن يتم إشراك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في هذا الملف، وبعد أن ذهب إلى هناك لم توصل النتيجة كما ذكرت بسبب إصرار إثيوبيا على عدم الاتفاق أو عدم التوقيع على هذا الاتفاق. ولكن اذا كان الاتحاد الافريقي قادر على حسم هذا الملف بما يرضي او لا يمس يعني امكانات وقدرات او مصالح الدول الثلاث هو السودان ومصر واثيوبيا، من الممكن ان يكون في حوزه الاتحاد الافريقي. اما اذا عجز الاتحاد الافريقي عن التوصل الى تفاهم او التوصل لتوافق في هذا الامر، بالتاكيد سيكون المسار القادم هو قضيه مجلس الامن للتوصل لحل، خاصه ان رئيس الوزراء السوداني قد دعا لاجتماع نظيره الاثيوبي ونظيره المصري، ولكن يبدو ان نظيره الاثيوبي قد امتنع عن هذا الاجتماع ورفض هذا الاجتماع، لذلك نامل ان يتاخر الاتحاد الافريقي بقوه لحسم هذا الملف قبل فوات الاوان. نحن الان امامنا زمن محدود جدا لفصل الخريف ولبدايه ملء المرحله الثانيه للسد، وبالتالي لا مجال لضغط الوقت في اجتماعات او غيرها من الاشياء. لكن مجلس الامن دكتور محمد، مجلس الامن لا يعني ليس ذا مصلحه فيما يحصل الان في موضوع سد في نهر النيل، شان سد النهضه، ولا يمتلك الوسائل والاليات القانونيه في هذا الموضوع بالذات ليفرض ضغطا على اثيوبيا كما تريد مصر، فما الفائده من هذه الخطوه؟ مجلس الامن يعنى بالامن والسلم الدوليين، وهذه قضيه اذا حدث اشكال لا قدر الله في عدم التوصل لتفاهمات حول هذا الامر، انا اعتبر ما يحدث الان هو بدايه حرب المياه التي سيفتح العالم اجمع، هذه بدايتها وشراطها الاولى. اذا لم يكن هناك توافق تام قد ينتقل السيناريو الى المرحله الأسوأ التي لا نتمناها جميعا، وقد تهدد امن واستقرار المنطقه باكملها.
خاصه اذا نظمنا لما يحدث الان للاشكالات الحادثه بين السودان واثيوبيا الان، والسودان استرد اراضيه الان ويريد ان يستكمل استرداد اراضيه، واذا نظمنا للمشهد التشادي الان كدول متاخمه للمنطقه نجد ان المشهد اكثر تعقيدا. واذا لم يترخى مجلس الامن لحسم هذا الملف، اذا عجز الاتحاد الافريقي، انا اقول ان الامر يؤول في البدايه الاتحاد الافريقي، ولكن يجب ان يكون الاتحاد الافريقي قادرا على حسم هذا الملف اسرع ممكن. اذا لم يتم التوصل لهذا الامر سيرفع لمجلس الامن، لانه الوقت الان لم يكن في صالح الدول الثلاث على الاطلاق. طيب الى اديس ابابا مره اخرى، استاذ عبد الشكور، الان يبدو ان عنق الزجاجه في القضيه هذه قضيه الملء الثاني للسد. إثيوبيا عازمة على ملء السد في الخريف المقبل موسم الأمطار، في الصيف عفوا المقبل في موسم الأمطار، بينما مصر والسودان تحذران من هذه القضية. قد ينشأ عن هذا الموضوع صراع من نوع ما، هل في حسبان الإدارة السياسية الإثيوبية نتائج أي صراع يمكن أن ينشأ عن إجراءات أحادية الجانب ترفضها قطعا مصر والسودان بشأن ملء السد المرحلة الثانية من الملء؟ أخي الكريم، أولا يعني الأستاذ أسامة من لندن ذكر لا ضرر ولا ضرار، ولكن في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير بن العوام اسقي، وقضية الجار الذي يعني اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية السقاية، فقال له لأنه قريب وابن عمك، فقذب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي واحجز حتى يمتلئ الجدار. نحن لا نقول هذا الكلام، نحن لا نمشي في هذا الاتجاه أخي الكريم، نراعي حق الجيرة وحق العشرة والمصير المشترك، لكن يعني وزير الخارجية المصري في البرلمان المصري في خلال الأيام الماضية، لكن فيما يتعلق بسؤالي هذا أستاذ عبد الشكور، أرجو المعذرة أستاذ عبد الشكور، يعني لا يوجد وقت، وهذا الموضوع بحثناه في أنت تعادل معي أخي الكريم، لا بأس، لو أذنت لي أستاذي لو أذنت لي معلش، هذا الموضوع بحثناه في الجزء الأول من هذه الحلقة، لكن الآن إثيوبيا هل هي جاهزة لتبعات أي صراع قد ينشأ عن كما يقول المصريون عنادها في موضوع ملء المرحلة الثانية من ملء السد؟ هل هي جاهزة لتبعات ما قد ينشأ من صراع عن هذه القضية؟ أولا أخي الكريم، لن يحدث هناك صراع، لأنه ليس هناك أي ضرر وليس هناك أي تأثير. قد يكون هناك، يعني لأكون أمينا في الكلمة، قد يكون هناك ضرر بسيط جدا على السودان فيما يتعلق بقضية الطمي والري الفيضي وهذه الأمور، لكن حقيقة هذه كلها أضرار يعني بمقابل المصالح المشتركة التي ستجنيها يعني يجنيها السودان ضرر معقول. فبالتالي يعني هذه أمور حقيقة يتم استهلاكها للإعلام وللشارع العام بالذات وخاصة في مصر. فبالتالي لماذا يعني أنت يعني أستاذ سأبقى معك أستاذ عبد الشكور، أنت تقول بأن الأمور سهلة وبسيطة وأنه لا يوجد أي ضرر وأن القيادة المصرية أو السلطة في القاهرة فقط تروج هذا للاستهلاك الإعلامي، يعني ما المصلحة في هذا؟ أخي الكريم، نحن نعرف شعوبنا في هذه المنطقة والأنظمة في هذه المنطقة، الواقع الذي تعيش به شعوبنا، أنا أعرف هذه الأمور. فبالتالي يعني تم استخدام قضية سد النهضة كقضية سياسية من الدرجة الأولى ولحشد الشارع العام وإشغال الرأي العام عن قضايا أخرى سياسية، ونفس الأمر في السودان، واضطرت إثيوبيا، الشارع العام في إثيوبيا كان حقيقة لا يعرف عن قضية سد النهضة إلا بالقدر الذي يساهم فيه ماليا، بعد ما تم استخدام الحملة الإعلامية الشرسة على مستوى العالم اضطر الشارع الإثيوبي أن يتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية. نعم. وبالتالي يعني سد النهضة أصبح يستخدم إعلاميا لإشغال الرأي العام في الشارع في هذه المنطقة عن قضايا سياسية واستحقاقات تنموية. جميل. واستحقاقات يعني جميل. نعرفها جميعا، فهذا هو الواقع، وللأسف الشديد مشروع تنموي تحتاجه إثيوبيا 68% من الشارع من المجتمع الإثيوبي لا يجد الكهرباء ولا يجد مياه الشرب، لأنه تحتاج إلى الماء إلى الكهرباء لتوصيل المياه إلى الشعب. المجتمع في إثيوبيا ممتد على كل الخارطة الجغرافية الإثيوبية، وليس كما هو الحال في مصر وفي نعم. معظم أيضا حتى. طيب نقاط مهمة أثرتها، تحتاج إلى هذا المشروع تنموي نعم.
ومهم جدا لاثيوبيا ومصيري في نفس الوقت. طيب سيد عبد الشكور، نقاط مهمة أثرتها أريد أن أنقلها إلى الأستاذ أسامة في لندن. يعني الموضوع ليس بهذه الهالة التي يصورها الإعلام والتي يصورها الساسة، وخصوصا في مصر الذين يستخدمون هذه القضية لصرف أنصار شعبهم المتخم بالمصائب وحوادث القطارات والمشاكل الاقتصادية والفقر لصرف انتباهي إلى قضية خارجية. إلى أي مدى توافق على هذا الكلام؟ كلام غير دقيق. يعني مصر فيها مشاكل، وإثيوبيا فيها مشاكل، والمنطقة كلها بالتأكيد يعني فيها مشاكل. إثيوبيا فيها حروب داخلية، وفيها حتى بني شنقول يعني في الأنباء الآن حول سيطرة بعض الجماعات على بعض أجزاء الإقليم وما إلى ذلك. إحنا بنتكلم على موضوع مصيري يتعلق بمستقبل ومصر نفسها كدولة. ما خيارات مصر في هذا الموضوع المصيري؟ أنا كل نقص في مليار متر مكعب واحد يؤدي إلى بوار 200,000 فدان مصري. مصر لديها رقعة زراعية صغيرة قياسا بالعدد السكان، وبالتالي نحن لدينا فقر مائي أوريدي الآن. يعني لدينا نصيب الفرد يقل عن 500 متر مكعب من المياه، وهذا يعني أقل من المعدل الدولي وهو 1000 متر مكعب من المياه لكل فرد. وبالتالي مصر أوريدي فيها فقر مائي. لما تيجي إثيوبيا تبني سلسلة سدود وتحتجز المياه عن مصر، مصر بالتأكيد ستتحول إلى صحراء. وبالتالي أنت تتكلم على مستقبل دولة نشأت على ضفاف هذا النيل عبر التاريخ كله. طب ما خيارات القاهرة في معالجة هذه القضية؟ أنت الخيارات هو يخنقني الآن. يعني تخيل هو الأستاذ يعني عبد الشكور فاهم أن دي مسألة يعني لا، أنت تضع يدك على يعني تخنق أنفاسي الآن. I want to breathe، يعني أنا برضو أريد أن أتنفس. وبالتالي مصر لا خيار لها الآن إلا أن توقف الملء الثاني من سد النهضة حتى يتم الاتفاق، التوصل لاتفاق ملزم تحترم في إثيوبيا الحقوق التاريخية والقانونية لوادي هذا النيل لدولتي المصاب اللي هم السودان ومصر. وبالتالي هنا تنشأ شراكة تقوم على التنمية وعلى الاحترام المتبادل للحقوق. وأتمنى أن يفهم الإخوة في إثيوبيا كما قلت أن هذا نهر دولي. إثيوبيا لم تحفر ميت النيل ولا تتكلم أن هذه مياه، يعني القضية الآن هي هذه المياه. لو أستاذ أسامة، القضية الآن هي الملء الثاني. طيب هي القضية الآن هي الملء الثاني للسد، ويبدو أن إثيوبيا عازمة بأقل من دقيقتين. يعني برأيك الآن القاهرة مصر السيسي هل تملك من الخيارات، من طرف الخيارات، للرد على هذه الخطوات الإثيوبية واتجاهها نحو ملء السد الثاني، سواء بحصول اتفاق أو من دونه؟ لا طبعا لا نملك الخيارات. والمفروض أن النظام عبد الفتاح السيسي الآن هو أمام مسؤولية تاريخية، لأنه هو الذي أوقع مصر للأسف. ماذا يمكن أن يفعل؟ إحنا في 2014 كل الدول التي كانت ستمول هذه السد أوقفت تمويله لأنه لا يوجد اتفاق على بنائه. اتفاقية المبادئ هي التي أتاحت الفرصة لكي يكون هذا السد قائما وموجودا الآن. وبالتالي كان ينبغي الوصول لاتفاق ملزم. مصر أمامها الآن خيارات، يعني الخيار النهائي طبعا للأسف سيكون خيار الحرب التي ستفرض على السودان ومصر، للأسف حرب المياه التي ستندلع الآن في هذا الإقليم بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وعدم قراءته الدقيقة لتاريخ نهر النيل وتاريخ هذه المنطقة. وللأسف هو مدفوع من بعض القوى التي تعتقد أنها قادرة على وضع محبس على تدفق المياه عن مصر. وهذا الأمر إثيوبيا كان في تعهد تاريخي، الإمبراطور المعظم ملك الثاني وهو إمبراطور، وكانت إثيوبيا مستقلة في هذا الوقت. هناك تعهد وهناك التزام قانوني ينبغي الوفاء به، وحتى واستمر هذا الالتزام كما قلت حتى توقيع زيناوي على اتفاقية سنة 93. يجب أن يستمر هذا الاتفاق الملزم بعدم الإضرار بحقوق مصر المائية وبأمن مصر المائي،
وهذا خط أحمر ينبغي على كل المصريين الآن والسودانيين، ونتمنى إخواننا أيضا في إثيوبيا أن هم يدركوا ذلك، أن احنا لابد أن نتشاطر المصالح، لا أن يعتقد البعض أنه قادر على فرض أسلوبه والسيادة على مياه دولية ينبغي أن تظل تجري كما أجراها الله منذ فجر هذا التاريخ. طيب في 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 الخرطوم دكتور محمد الناير، يعني المسؤولون السودانيون سواء كان حمدوك رئيس الوزراء أو مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية أو حتى المسؤولين العسكريين في المجلس السيادي السوداني كلهم يستبعدون الخيار العسكري. طيب في ظل استبعاد الخيار العسكري وعدم نجاعة الوسائل السياسية، ماذا بيد الخرطوم من أوراق كي تضمن مصالحها وتبعد عنها شرا مستطيرا يقول المسؤولون السودانيون بأنه قادم من جهة سد النهضة؟ بالتأكيد كل المسؤولين في حكومة السودان يستبعدون الخيار العسكري لاعتبار أن نتائجه ستكون فعلا كارثية على المنطقة بأكملها، ولذلك نأمل أن لا تلجأ الدول لخيار عسكري، ولكن في نفس القدر نأمل أن يتم التوصل إلى حل لا يلوح الطلب لمصر والسودان على الإطلاق. لذلك الأوراق التي يمكن أن يتم الضغط عليها كثير جدا من الأوراق كما ذكرت، إذا الاتحاد الأوروبي عاجز عن أنه يلزم إثيوبيا بالتوقيع على اتفاقية عادلة لا تضر بمصالح السودان ومصر، سيتم اللجوء إلى مستوى أعلى ويتم رفع الأمر لمجلس الأمن، وكما ذكرت مجلس الأمن يمكن أن يشكل ضغط كبير جدا على إثيوبيا بهذا الاتجاه، وبالتالي منع قضية المنافع بصورة مفردة. وكما ذكر ضيفك من إثيوبيا، الملء بدون توافق بين السودان ومصر سيكون لديه أضرار على الدولتين بصورة أساسية. لا نريد أن نعدد حجم الأضرار التي يمكن أن تعود إلى السودان لضيق الزمن، ولكن هناك أضرار كثيرة يمكن أن تعود على السودان إذا لم يتم التوافق حول الملء الثاني بصورة لا يتم الإطلاق بمصالح الدول الثلاثة فيها. لذلك سيكون هناك ضغط دبلوماسي، ضغط عبر المجتمع الدولي، عبر مجلس الأمن، يكون ممكن يشكل ضغوط على إثيوبيا، خاصة أن إثيوبيا الآن تعاني من تعقيدات داخلية كبيرة ولا طاقة لها لأن تتحمل ضغوط المجتمع الدولي في هذه الظروف. معلوم أن هناك إشكالات كبيرة جدا في الداخل الإثيوبي، إضافة للإشكالات التي تقع الآن في المنطقة البوذية بين السودان وإثيوبيا. يعني حسمت الخرطوم موقفها مع مصر باتجاه نحو التصعيد الدولي وإخراج هذه القضية من إطارها الأفريقي إلى إطارها الدولي. مؤكد أن إخراجها من إطار الأفريقي إذا عجز، أنا دائما أربط هذا الأمر، لدى الاتحاد الأفريقي فرصة حتى الآن أن يحسم هذا الملف، والاتحاد الأفريقي لم يكن من الاتحادات الضعيفة، أنا أفتكر الاتحاد الأفريقي اكتسب قوة على مستوى العالم عكس الجامعة العربية التي أراد المجتمع الغربي الدولي أن يضعف الجامعة العربية ويقوي الاتحاد الأفريقي، ولكن لم نرى قوة الاتحاد الأفريقي في هذا الملف تحديدا. لماذا؟ ربما لأنه إثيوبيا هي دولة المقر الاتحاد الأفريقي أو لاعتبارات كثيرة، ولكن إذا قام الاتحاد الأفريقي بدوره كاملا باعتباره هو المسؤول الإقليمي عن المنطقة بأكملها المنطقة الأفريقية، يمكن أن يكون ذلك مانع أن يتم تدوير القضية مرة أخرى ورفعها لمجلس الأمن، ولكن إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره سيكون الخيار الأوحد هو رفع الأمر لمجلس الأمن لتشكيل ضغط دولي كبير جدا على إثيوبيا للتوافق حول الملء الثاني للسبت. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الكرام من أديس أبابا الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد حسن الكاتب والصحفي الأثيوبي، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الشكور. كما أشكر من الخرطوم كان معنا عبر زوم الدكتور محمد الناير أستاذ مشارك بجامعة السودان العلومي والتكنولوجيا، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر شكرا جزيلا من لندن ضيفنا الأستاذ أسامة رشدي نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.